السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنسوي ريفيو على التي 14 اليت هافي تانك. الهيت بوينت 690، الريت اوف فاير ممتاز، الستاندر شيل بروتكشن 115 نازل، الستاندر شيل دامج 138 لين 83، والستاندر شيل بروتكشن من 115 لين 69. الريت اوف فاير هو سرعة اطلاق المدفع، الذخيرة، سيجنال رينج ولا سلك الفيو رينج نازل واجد. الانجن باور 720، التوب سبيد 34، ترافيرس سبيد الرجوع للخلف 20. ما ابي اطور او ادرب الكروب بسرعة، خلى كذي افضل. الحين بنلعب ذي الدبابة بعد ما سوينا الريفيو. قبل سوينا الجيم بلاي لها بس ما سويت ريفيو، ريفيو او تقييم. طبعا من ناحية انها هافي تانك فهي تواجه دبابة تي 34 وتواجه دبابة الكي في 85. لا ما اعتقد الكي بي 85 افضل منها ناحية اذا رجعنا للجراج بعد انتهاء المعركة اعرف ناحية الهيد بوينت والميزات الثانية. Time to roll out. اوكي نحول على الذخيرة السوداء اختراق الجرافيكس خلاص. هي دستروير تانك المانية. نفس النوع على ما اعتقد بعد قدامي. هاي الكي في 85. مرات يكون العدو قدامنا، مرات لا. البرج الدبابة برج يشبه برج الشيرمان. الكي في 85 التي 34 طبعا الكي في افضل من التي من ناحية الضرب والمدفع. هافيتان قبيحة. Oh.
لايت تانك سريع هذا. الهاتسون got heavy tank destroyer tank غريبة. اتوقع ان العدو بعيد. بابا تبطى كيف هان موجود وانتي 14 انت العدو بعد بس بطيئة ضد بابا هاتسر دبابة خطيرة دسترويير تايم واحد يطلع كمجموعة في اللعبة أفضل ينطق أنا أنطق ثالث ينطق أنت مرات كتل ناقصة أنا
بسوي ذا الشيء اللي سواه هذا. ليش؟ لأن المدفعية، إذا في مدفعية بعرف. انتظر شوي لين يطمون اصدقائي عشان ما اكون مفجر المدفع. فارق 6 دبابات. لا يوجد مدفعية عند العدو، والعدو بدأ يتقلص بسرعة بسرعة، هاكم بسرعة المقاتل، أمر بسرعة، هاي شيء ممتاز. مدفعية الذخيرة اللي تحت مش الحق. والله تجيب اكسبيرينس خلاص. مع السلامة.